كيميكال ويست، الصرف الكيميائي بيستخدم في بعض التطبيقات الخاصة في شبكة الصرف زي صرف المعامل. الكيميكال ويست أو المخلفات بتاعة الصرف الكيميائي دي المخلفات اللي بتطلع من المعامل، من المختبرات، ماشي. فهو هنا بيقول لي في الانترناشنال بلمبنج كود الكيميكال ويست، الكيميكال ويست سيستم شال بي كومبليتلي سيبريت، لازم تفصله بشكل كامل عن السناتري درينج، عن شبكة الدرينج، تمام؟ قبل ما تتخلص منه بيفور ديسشارج تو سانيتري درينج سيستم سيبريت درينج سيستم فور كيميكال ويست، بتفصلهم عن طريق ابروف ماتيريال، بتستخدم مواد معينه يعني عشان تعمل الفصل ما بينهم عشان الكروشن او التاكل ده ما يبوظش الشبكه بتاعتك. طيب هنا تيجي كده نتكلم عن النيوتراليزيشن تانك او نيوتراليزيشن ديفايسز ريكوير فور كروشن ويست. بيقول لي ان البروسيس شال نوت بي ديسشارج انتو ذا بلمبنج سيستم ويزاوت بينج ثرولي ديوليتد، ان انا بقلل الحمض اللي موجود او المخلفات الحمضيه بتاعه الصرف الكيميائي دي نيوتراليزد، او بعمل تعادل اور تريتد او معالجه قبل ما ادخل بيها على شبكه الصرف. طيب هنتكلم عن النيوتراليزيشن تانك. النيوتراليزيشن تانك، النيوتراليزيشن تانك ده الهدف منه ان هو بيعمل تعادل للاحماض اللي هيتم صرفها من المخلفات بتاعه المعامل او المختبرات قبل ما يتم تصرفها في شبكه الصرف، عشان الاحماض دي ممكن تبوظ لك شبكه المواسير بتاعت الموقع الخارجي، ما تقدرش تتخلص من احماض وحاجات زي كده وفي الشبكه الخارجيه. تعال نشوف النيوتراليزيشن تانك فكره عمله. انا هنا مثلا خط الدخول بتاعي، وهنا بيبقى في حاجه اسمها الليمستون. الليمستون ده بيعمل تعادل للحمض، وبعد ما بيحصل التعادل ده تطلع الميه من السيستم. ده فكره العمل بتاعت النيوتراليزيشن تانك هاو ات ورك، تمام؟ ده شكله كده. انت عندك هنا بيدخل الصرف، بيدخل الاحماض هنا، المياه اللي هي خارجه من مثلا المغاسل او الحاجات بتاعت المختبرات. طبعا انا هنا بتكلم في الاحواض بتاعت المختبرات، يعني الحوض نفسه اللي بيغسلوا فيه العينات او بيتخلصوا منه، من بيكبوا فيه حاجات حمضيه او كده. فانت الصرف بتاعه في الاخر بيروح على النيوتراليزيشن تانك قبل ما يربط بشبكه الصرف. فهنا الليمستون ده بيعمل تعادل للحمض ده، وبعد كده بيطلع للشبكه. خلاص هنا انت بتدخل اهوت، وعن طريق البافلز دي بيحصل التعادل ما بين الاحماض والماده اللي هو حاططها ليمستون دي، وبيطلع بعد كده لشبكه الصرف. المايه دي بتبقى امنه في الحاله دي. طيب هنا كمان احنا بنوضح الصوره بشكل اوضح كده. مثلا انا هنا خلاص باخد الحاجات من الشاور او الحاجات اللي في المعامل، المغاسل اللي في المعامل، وهروح بيها للتانك ده، وبعد كده هتخلص منها. وكمان ممكن يركب اجهزه تقيس نسبه الاحماض، يعني قبل ما يتم التخلص والخروج لشبكه الصرف، لا في عندي جهاز بيقيس نسبه الحمض اللي موجود جوه الميه دي. طيب هنا لو انا هركب نيوتراليزيشن تانك في مثلا في خرسانات او في موقع عام، يعني مثلا انا طالع من مبنى وبركبه، او انا مثلا في منسوب البيزمنت، يعني في المنسوب بتاع التشطيب الارضي وبركبه، فلازم اعمل له حمايه. فانا بحط الخزان زي ما انت شايف كده، ده الدخول اهو، وده الليمستون هنا، دي منطقه الليمستون اللي اتكلمنا عنها اللي بتعمل التعادل للحمض، وده الخروج بتاعي، وبعمل له كفر كانه منهول كده هنا كفر، ماشي. الكفر ده كده ليفت هاندل ده، بحيث ان انا افك، يبقى هو كانه جوه خرسانه، ده كده منهول، كانه منهول بيحميه، حطه جوه حمايه، حطه جوه خرسانه، تمام، وحطه جوه الخرسانه دي واعمل له كفر من فوق. ده كده السكشن ديتيلز بتاع التركيب. طيب لو انا اتكلمت عن الصرف الكيميائي، فلازم اتكلم عن مواسير الصرف الكيميائي. الصرف الكيميائي المواسير بتاعته ما بتمشيش يو بي في سي، لان انت بتتكلم عن مواد ممكن يعني تتفاعل مع اليو بي في سي وتاثر عليه. فهنا بنستخدم مواسير اسمها البولي بروبيلين، دي الاشهر في الاستخدام بتاعت الكيميكال ويست. يبقى ده شكل المواسير البولي بروبيلين دي، يعني ده النوع الاشهر في الاستخدام في حاله التخلص من الصرف الكيميائي. ده كده مخطط في مستشفى، تمام، في مشروع برج طبي. احنا هنا هنشوف منطقه المعامل، دي منطقه معامل، فاحنا هنا في منطقه المعامل، مثلا معامل المايكرو اللابوراتوري كوريدور. هنمشي مع خط الصرف ده، لو مشينا مع خط الصرف ده كده هنلاقيه جاي هنا. شوف هنا الكلين اوت، هنا الفلور كلين اوت، لما بيغير المسار بتاعه هنا فلور كلين اوت، لما جه وغير المسار حط فلور كلين اوت تاني، تمام. وبعدين همشي كده بشبكه الخط بتاعي، وهاجي هنا للنيوتراليزيشن تانك، ده النيوتراليزيشن بيزن، ده النيوتراليزيشن تانك بتاعه، قبل ما بيدخل بعد كده على السبمرسبل بامب. هنا كمان حط فلور كلين اوت عشان غير اتجاهه، وبعد كده بيدخل على السبمرسبل بامب، لان ده الدور البوديوم، ده تحت الارض بدورين، فالمعامل دي تحت الارض في دورين. فهو هيحط هنا شبكه المواسير الصرف الكيميائي اللي طالعه من المعامل وطالعه من المغاسل بتاعت المعامل، يعني هي بتطلع من المنطقه اللي فيها مختبرات المعمل، تمام. يعني هتلاقي في خط للحمامات منفصل،
خط بتاع الحمامات بتاعت المعامل منفصل، ده حمام عادي في المعمل مفيش مشكلة، لكن الخط ده لا، الخط ده بياخد المغاسل بتاعت المعمل نفسها، يعني دي كده منطقة مختبر او منطقة معمل في هنا في حوض هو بيستخدمه مثلا في غسيل حاجات كيميائية او كده، لكن الحمامات ده خط منفصل مفيش مشكلة، ما بيروحش على نوتراليزيشن خلاص، ده يروح على شبكة الصرف مفيش فيه مشاكل، انما ده خط تاني منفصل اللي بياخد منطقة المختبرات require as per medical requirement، يعني الميديكال ريكويرمنت بيقول ان هنا في حوض او حاجه لازم احطه عشان استخدمه، او جهاز مثلا في المختبر، جهاز له تصريف في المختبر مثلا، لان الاجهزه دي في اجهزه بيبقى ليها تصريف في المعامل دي، فبرضه هنا بيتوصلوا على شبكه الصرف، بيبقى الشبكه بتاعته بقى منفصله، تروح بعد كده على خط النوتراليزيشن يتم التعادل عشان ما تتخلصش من الاحماض دي في الشبكه بتاعتك، يتم التعادل، طبعا المواسير دي بتبقى مواسير مقاومه للكيميكال، كيميكال كروشن، بتبقى المواسير دي مواسير يعني مواسير تتحمل المواد الكيميائيه دي ان هي تمشي فيها زي البروبروبلين ماشي، وبعد كده بروح على النوتراليزيشن، وبعد كده عشان انا هنا في البوديوم تحت الارض بدخل على السبمرسبل بامب، المضخه دي بتضخ الميه تطلع، المضخه دي بتضخ الميه تطلع، هنشوفها في ريزر دايجرام، المضخه اللي احنا شايفينها بتاعت السبمرسبل بامب دي انت خلاص هتجمع عليها الدورين اللي تحت البوديوم واللور جراوند، وبعدين تضخ الخط ده لحد المنسوب ده تحت الجراوند فلور، دي فكره السبمرسبل بامب، ان انا هنا تحت عندي دورين، الدورين دول تحت الجراوند فلور، فانا الدورين دول هجمع الصرف بتاعهم في منطقه السبمرسبل بامب، المضخه دي هتضخ الخط يخرج مع الخط الرئيسي للشبكه الخارجيه.